تواصلت مع محمد عبد الله في اوت 2019، تواصلت معه مرتين. المره الاولى تواصلت معه عرفت روحي بنفسي اني بن حليم محمد وما خبرتوش بانني عسكري. تواصلك عن طريق تطبيق الميسنجر، تواصلك عن طريق تطبيق الميسنجر، ما قلتلوش بلي راني عسكري، قلت له بلي راني حاب نهجر وحاب نخرج من البلاد. قال لي بصح انت كيفاش؟ وانا قلت له ما نخبرك بوالو، قلت له المهم اني حاب نخرج من البلاد وراه عندي ضغوطات. انا تقريبا ارتحت لمحمد عبد الله لانه هو بصفته كعسكري سابق ايضا شغل كي نهضر له يحس بيا، ارتحت له. تما كونتاكتيته هو صافي، هو واش قال لي خلاص، قال لي تك نشوف لك نعاود نرد لك الخبر اوتوماتيكمون. هو اوفيسيال كان راح يتصل بالعربي زيتوت باش يخبره بدي كاين واحد حاب يخرج وكذا.